المخدير معنا 4 صدورة دجاج وبصلة واحدة، كوسايتين، 2 فص ثوم، وكوب مشروم واحد، ونص كوب زيتون أسود، وحبتين بندورة مقطعين، رشة زعتر، ملعقة كبيرة بقدونس، وكوب جبنة فيتا، وملعقة كبيرة زيت زيتون أو 3 معالق كبيرة زيت زيتون. تمام. دلوقتي بس أول حاجة هنعملها هناخد الدجاج اللي عندنا، طبعا ممكن واحدة كاملة، ممكن صدور بس، ممكن صدور مخلية، بس أنا يعني بحب شوية اللي فيها عظم لأنها بتقوي من نكهة المرقة أو الصوص اللي بتطلع بتبقى أقوى لما بيكون فيه عظم في أنت قاعد في حضن الحلة. حلو، هو الصدور انشف حلو. يعني طب انت ما سمعتش انا قلت ايه؟ انا قاعد هون ابعد قاعد في انا فكرت هذا شيء كويس. لا هو مش كويس. هو مش كويس للجاكيت بتاعك خالص. هلا بحكي مع مخرجنا عبد الله، هون منيح ولا اروح محل ثاني؟ هون كويس، هون بوصل بطرطش ولا لا؟ خلاص اوكي، عشان يعني مش معقول هبوظ لك الجاكيت في اول فقره مطبخ ليك. حسيت شيء كويس اقعد في نص الحلقه، فكرت شيء منيح. طيب هنحط دلوقتي الدجاج اللي عندنا. ايه رايك نعمل في نفس الوقت البشاميل الصيامي؟ لان اللي بدك اياه تيجي تقول المقادير بتاعته. يلا ماشي. يلا البشاميل الصيامي بدنا المقادير تبع احنا بجوز عشان اختصار وقت غدا اكيد. ايه رايك؟ معك حق. اكيد. انت الشيف. يلا انا بالنسبه طب لي طب اسال. احسن، كويس. يلا بنشتغل عليك. ناخذ، طيب اوكي، رح ناخذ المقادير تبع البشاميل الصيامي مع بعض، وغادة ما شاء الله عليها رح تعمل التنتين مع بعض ان شاء الله. مقادير البشاميل الصيامي. طيب 3 معالق كبيره زيت، و4 معالق كبيره طحين، كوبين مي، و مكعب مرق خضار واحد، و 3 اتلات كوب مبيض القهوة. صح؟ 3 اتلات؟ تلتين. تلتين واحد. مش 2 و3 ولا ايه؟ 1 و3. 1 و3 يبقى تلت. تلت. ما هو طبعا على حسب الكمية اللي احنا عاملينها. ماشي. مبيض القهوة ده اللي هو الكريمر طبعا معروف، يعني هو ده مبيض القهوة اللي هنستعيد بيه عن الحليب. طبعا ما ينفعش نعمل حليب في البشاميل الصيامي. فهنعمل ايه بقى دلوقتي؟ بس هحط، طيب خلينا نشيل دي من هنا. هناخد كوبايتين. فين راحت؟ فين؟ طيب هناخد الكوبايه البلاستيك. ادور معاك على شيء؟ لا خلاص، هي تلاقيها قدامي وانا مش شايفاها، ما هو دي العاده. طيب هناخد بس شوية من طبق، هجيب طبق من عندك. من خليك خليني أساعدك. أوكي، أي طبق من دول؟ لا ده مثلا لو سمحت. هنحط دلوقتي زيت عادي هنا. يسلموا إيديك يا رب. هنحط شوية زيت طبعا على حسب كمية البشاميل اللي احنا عايزين نعملها، وهنحط الطحين. على ما شوية يتحمر الطحين اللي عندنا، هنكون دوبنا المية مع مبيض القهوة أو الكريمر اللي عندنا. مريم الفقير بتحكي لك صدقتي هيثم هي ملكة الشفات عن جد. الله يسعدك يا مريم، زي أنا دايما بقول كل ست ملكة في مطبخها بوصفتها وبحركاتها. ودانيا بتحكي لك يسعد صباحك، اللون الاحمر لابق لك كثير. الله يسعدك يا دندونه، تسلمي، شكرا. اللي انا بحب في المطبخ انه متابعين من الوطن العربي. طبعا. خصوصا يعني على الاغلب من السعوديه، يعني نشوف من جده ومن الرياض كثير، من ابو ظبي كثير. في لك سلام خاص من ام فراس الظاهر من جده. يا اهلا وسهلا بيكي وبكل اهل جده والسعوديه. طيب دلوقتي انت شايف احنا بس هنبتدي نقلب الكريمر مع المية عشان يبقى عندنا شبه ايه حليب. وطبعا الكريمر ده كله نباتي، ما فيهوش اي حاجة حيواني. تغريد بتحكي لك صباح الخير، هي سمعت انه زيت الزيتون ما بصير نطبخه،
معقول؟ لا هو في درجات معينة مش مفروض يوصل لها، بس احنا قبل يعني درجات معينة مش مفروض يوصل لها قبل ما نحط عليه الأكل. هو ما بيوصل لهاش، احنا بنكون حطينا الأكل يعني هو مش حلو نقلي فيه. تمام. مثلا انما كده طبعا لا مش ما فيهوش حاجه خالص، طلينا كل اكلهم بزيت الزيتون. طيب احنا بس عايزين الفراخ تتحمر هنا شويه. دلوقتي عندنا ابتدى الطحين يتغير لونه. عايزين مكعب مرق الخضار، مكعب مرق الخضار كمان هيقوي لي النكهه، فده برضو هنستعمله دلوقتي. بس شوية تمام كده، يبقى احنا مستعملين هنا زيت وطحين. غادة بتسلم عليك، فاتن من القدس. يا اهلا وسهلا، صباح الخير على الجميع، وبحكي لك شكرا كثير لانه اكلاتك عن جد كثير دقيقة في المقادير وزاكية كثير، وبدها مقادير عمل الشيش برك بسهولة. من عينيا، احنا ممكن لغاية ما نعمل الشيش برك تشوفي وصفة باشا وعساكره. تمام. باشا وعساكره هو الشيش برك بس معاه كبه. اوكي. فشوفي لغايه ما نعمل مع بعض الشيش برك. طيب هنبتدي دلوقتي نحط الكريمر اللي عندنا اللي بالميه، بالكريمر وميه. طبعا لازم بس نقلب على طول علشان ما يكلكعش مننا. هلا طبعا ما بصير نغطي الحله. لا. عشان حتنزل ميه. اوكي. طيب لازم دلوقتي هيك. طب وهي بالعادة عن جد يعني بالنسبة للزيت هو بالعادة بطرطش كثير هيك؟ طبعا. خلاص احنا حطينا دلوقتي الحليب وهنبتدي نحط مكعب المرق، وعلى النار بقى هنبتدي نقلبه على نار طبعا تكون يعني وسط. خلاص دلوقتي بقى نرجع تاني هنا، عايزين بس دلوقتي نغرف البشاميل. عايزه بس اقطع المشروم اللي عندنا عشان نبتدي نضيفه هنا. ام جنان كثير مصره على الدجاج المفحم. الدجاج المفحم يا غاده. يا حبيبتي حاضر من عينيا، وهو فكره حلوه صراحه. انا اليومين دول رايحه للدجاج مش عارفه ليه. وتماره من الامارات، تحيه كبيره كثير لاحلى غاده، يسعد لي صباحك. تمارا وليد. تمارا وليد حبيبتي، يا الله يسعدها ويسعد الجميع. بس انا عايزاكم تجربوا البشاميل ده. انا رح اجربه ورح اكله في الاخر. كتير لطيف، ما تصورش قد ايه طعمه، ما بيفرقش بالمره عن البشاميل العادي. سهى بتحكي لك، سهى شخشير، احلى شيف، بدي اسالك سؤال، افضل طريقه لتتبيله سمك الفيليه؟ والله شوفي انا بحب اتبله جدا، في حاجات كده السمك بيحبها. يعني مثلا السمك بيحب الشبت، وبيحب الليمون السمك، وبيحب الكمون، وبيحب الثوم. فانت ممكن تعملي خلطه كده على ذوقك من الحاجات دي. انا عن نفسي بحط ثوم، وبحط شويه كزبره ناشفه، وبحط ليمون وزيت زيتون، وبدخلها الفرن وبس تستوي بتطلع. بحط لها شويه بقدونس وكزبره او شبت، يعني اي حاجه من الخضره دول. تمام. طيب بس دلوقتي هنحط شويه ملح وفلفل. سلم عليكي ام همام. يا ام همام يا جميله، معلش حقك عليا. سلم على غاده العسل، الله يسعدها. بس بخلص وبطلبك على طول عشان امبارح ما معلش كنت بره، ما كنتش قادره ارد على التليفون. ويسعد صباحكم من فلسطين. يا اهلا وسهلا. طيب حطينا بس الملح والفلفل، هحط رشة زعتر، وهنحط البندورة اللي عندنا. وإيفا صباح الخير من الدوحة. يا أهلا وسهلا. يا سلام وسهلاً. أنا والله مبسوطة كتير اليوم غادة، يعني عن جد عن جد عربي عن جد على مستوى الوطن العربي. شايف حبايبنا. في كيكة اسمها كيكة الشطرنج. عملتها قبل كده. اروى بدها الطريقه. اروى تؤمري موجوده على صفحتك؟ موجوده على صفحه رؤيا، بس هي ما اقدرش اقولها لك كده لان هي عايزه تشوفي وانا بقطع الكيك وبدخله في بعضه. عملناها قبل كده ابيض واسود، ومفيش مانع نعملها ملونه. تمام. فبنعملها قريب عشانك تؤمري.
طيب خلاص احنا كده حطينا المكونات كلها بتاعتنا. كله خلاص كده هنسيبها لغاية ما تستوي، وبشوفها كل شوية. هو الخضار هينزل مية والدجاج هينزل مية، بس بشوفها برضو كمان شوية على نار وسط بقى إذا هي عايزة كمان مية ولا لا، فبشيك عليها كل شوية. بتاخد تقريبا مش أكتر من نص ساعة.